السلسلة التربوية بنات، الناشر شركة مناهج الطفولة للنشر والتوزيع. حلاوة الصغير. غفلت حلا والديها وحملت أخاها الصغير على كتفيها ليأتي لها بدمية كانت فوق الثلاجة، فاختل توازنه وسقط على الأرض. أسرع الوالد وذهب بالصغير إلى المستشفى، وعندما عاد وجد حلا تبكي في صمت وترفض الطعام أو الحديث مع أحد. حاولت الأم طمأنة ابنتها على أخيها وإخراجها من هذه الحالة، لكن شعورها بالذنب جعلها تلتزم الصمت وتكتفي بالبكاء. وبعد يومين شفي الصغير وعاد به الأب من المستشفى، وعندما سمعت حلا صوته أسرعت إليه وهي تصرخ: أخي أخي! ثم أخذت تعتذر له وهي تقبله، ففرح الوالدان لسماع صوتها، خاصة عندما قالت: لن أتصرف دون تفكير بعد الآن.